السلام عليكم يا قوم، ايها العظماء جدا والاكابر جدا متابعي قناتنا في المانيا. عبد الهادي معكم من امام العدسه، اشتقت لكم. كوميات كوميات، انا شخص مالي شاطر بالامثال، وكل مثل بقوله بالفيديوهات عندي فبيطلع مثل جدا غلط وعم اقوله بطريقه غلط. فلذلك انا اليوم رح اقول المعنى، واذا انتم بتعرفوه يا ريت تكتبوا لنا اياه ضمن التعليقات. المعنى بشكل عام، مو كل شخص، مو كل مين مدح فيك فهو فعليا بيكون عم يمدح، ممكن يكون عم يذمك، وهذا الشيء موجود بالمانيا بشكل كتير كبير. كيف؟ في شيء اسمه جيهايم كود ليستا. شو يعني؟ معناته لما انت بتترك من الشغل فبيحق لك انه تاخذ منهم اربايت سويغنس، وهي الاربايت سويغنس بالقانون ممنوع انه يكتب فيها شغلات سيئه عنك او يذمك، مشان ما يقطع عليك فرصه عمل بالشركات الثانيه، يعني مشان ييسر لك امورك اذا نحن بنقول، فبيكتب عنك شغلات منيحه. بس هو في جمل معينه بيكتبها، مو ضروري يكون قصده انه هو عم يمدحك، ممكن كتير وهي الجمل تحت شفره معينه بيعرفوها الاتش ار او بيعرفوها باللغه الالمانيه البيرسونال ابتايلونج، الأشخاص اللي بتشتغل بالتوظيف والموارد البشرية بيعرفوها بشيفرة معينة، ومعناتها بيكون عكس كليا. بهذا الفيديو اليوم رح ورجيك اياها، فلذلك لا تنبسط كتير إذا وصلتك أربايت سويغنس من الأربايت جيبا وعم يقول لك إنه أنت ملاك منزل من الجنة، وهو يعني فقد حياته لما أنت رحت لأنه كنت ممشي له كل أموره. هذا الشيء ممكن يكون عكس لكل حكيه. خلينا نتعرف عليهم واحدة واحدة، ما حقولهم كلهم لأنه هن كتير كتار. حط لكم برابط التوصيف الفيديو، رح تلاقوا رابط PDF تقروا انه تقروهم وتتصفحوهم بشكل كتير رائع. وخلينا هلا نبلش باول وحده. Wir wünschen ihm alles Gute und Gesundheit. يعني نحن بنتمنى له الخير والصحه، وهي الشيء عكس تماما. معناتها ديزي ميت اربايتر اركرانت رجل مسش، هو دائما كان يمرض. شايفين العكس؟ رقم 2 اير فيرد الز ام جنجليش كوليجا جيشيتست، معناتها انه هو كان مساير جدا، اجتماعي ودود. بس المعنى طبعا مو هيك، المعنى هو كالتالي: Es handelt sich um einen schwierigen Mitarbeiter، يعني كان صعب المراس او كان موظف صعب كتير. وعلى هي الجمله تقريبا في 5 جمل بداخل ملف البي دي اف، كلهم بيعنوا انه هو كان موظف صعب وغير اجتماعي وغير ودود وما حدا طايقه بين قوسين. يعني لما بدهم ينهوا الرساله بيكتبوا هن جمله كتير نحن بنلاقيها لطيفه ودوده ومحترمه وبنت عالم وناس لحد معين، بعدين اذا بضيفوا كلمتين على هي الجمله بتصير جدا سيئه، اللي هي فور زاينه بغوفليشه زوكونفت فونشن فيا ايم اليس غوته. خلصنا منها لهون، ممتاز. لما يضيفوا هدول الكلمتين اوند، 3 كلمات هنن اوند فيل كلوك، فهون معناتها انه هن ربطوا المستقبل بالحظ، يعني هو ما عنده شيء يقدمه، هو اذا انحظ وضربت معه فهو اموره بخير. هي الجمله كمان جدا سلبيه. هاد ارتسايكت فور دي اربايت فرشتينس، معناتها انه هو اظهر فهم كتير للعمل، وهذا الشيء مغاير تماما. المعنى الحقيقي تبعه ديزه ميت اربايتر هات كاينه لايستونج جبرخت، يعني ما عرف يشتغل شيء وما قدر انه يساوي الواجبات اللي كانت عليه. 4 ارفا زير بونكتليش، ارفا زير بونكتليش، كان كتير دقيق، وهي المعلومة غلط، ما كان أبدا دقيق. هذا المعنى طبعا دائما يعني بتأخر عن الشغل. هاي الجملة بالذات حاولت أني أقراها أكثر من مرة وما كانت تزبط معي، فلذلك رح نقراها سوا من الشاشة. بس اللي كاتبها يعني قديشه ابن حلال زيادة عن اللزوم حتى عرفان يجيب المعنى الحقيقي العكسي لهي الجملة. خلينا نقراها سوا. هي مستمع نوتست يدزش بيتندو جليجنهايت ام زش ان اكسترنن فايتا بيلدونغ فرانشتالتونغن فورت تو بيلدن، يعني هو كان يستغل اي فرصه لحتى يساوي فايتا بيلدونغ، يطور حاله يدرب حاله، بس يكون خارجي اكسترن فايتا بيلدونغ فرانشتالتونغ، اي شيء حاول يساوي. المعنى المغاير تبعه او المعاكس تماما هو كالتالي: Der Mitarbeiter versucht an fallende Arbeit zu entgehen، يعني دائما هو كان يحاول يهرب من العمل اللي كان مكلف فيه. اما جملة رهيبة. جملة رقم 5 والاخيرة اللي حنقراها كمان سوا: Er war fleißig und wusste sich gut zu verkaufen، يعني هو كان مجتهد وعرف انه يسوق لحاله او يحبب العالم فيه. المعنى تبعه: Es handelte sich um einen unbeliebten Kollegen، يعني هو كان غير ودود وكان غير محبب للزملاء بالعمل. وهيك بهي الحالة بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، ومنلاحظ ومننتبه انه مو ضروري تكون الاربايت سويغنس هي تكون مثالية كتير من اللي بيعطيك اياها الاربايت جيبا، فانتبه على هي النقاط. هلا ليش تنتبه؟ ما بعرف، هل بحق لك تعترض على الاربايت سويغنس تبعك اللي اعطاك اياها لانه شفت فيها هدول الجمل كمان؟ ما بعرف، بس رح اسال وحقرا اكثر عن الموضوع، ودائما ان شاء الله بنزل فيديوهات مفيدة. بهي الحالة
لا تنسوا ديروا بالكم على بعض وتحبوا بعض ولا تزعلوا بعض. بشوفكم دائما على كل خير. فيديوهات القادمة وهلا حلكم. السلام عليكم.